الشاعر لما يخلق لازم يبكي. السما بتفيع كل الدنيا، مش مسموح. هكذا عبر عدد من المشاهير عن رفضهم القاطع لظاهرة الفقر، وهكذا استضاف بيت المحامي حفل إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي أبى إلا الحضور شخصياً، وإليه انضم رئيس البرلمان والحكومة وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات. حل هو عنوان البرنامج الذي يعطي الحق لكل أسرة لبنانية من التقدم للحصول على مساعدة من الحكومة، ويوفر سلة تقديمات اجتماعية للعائلات الأكثر فقرا، معتمدا على طريقة البروكسيمايز تيستينج التي تحدد مستوى فقر الأسرة. الرئيس سليمان اعتبر أنه لم يعد من الجائز أن يكون الاقتصاد في خدمة السياسيين أو أن تكون السياسة في خدمة الاقتصاد إذا ما قام هذا الاقتصاد على السعي على رفع رأس المال بعيدا من المبادئ الديمقراطية. ومستقبل لبنان لن يكون داكنا كما يخشى البعض إذا ما التزم شعبه وقادته المصلحة الوطنية العليا دون سواها. طالما أننا نجحنا في تحرير معظم أراضينا وتوافقنا على ميثاق وطني يكرس العيش الواحد، ولعل تحول البيئة العربية إلى الديمقراطية يتيح أمامنا فرصة الارتقاء في ممارستنا للديمقراطية، نختزن قدرا من الطاقات البشرية والوطنية في لبنان ودنيا الانتشار، ما يسمح لنا بأن ننظر بثقة متجددة وأمل مشروع إلى غد واعد. يدفع بهذا الاتجاه ما نسعى إليه بشكل حثيز لإقرار اللامركزية الإدارية التي تشكل خطوة إصلاحية بامتياز. وزير الشؤون الاجتماعية أكد أن المشروع سيكون عابرا للطوائف والمناطق والاصطفافات العمودية. أسارع إلى الاعتراف أن هذا البرنامج لن يقيم العدالة الاجتماعية المرجوة والمفقودة بين جميع اللبنانيين، قد لا يحقق حتى إذا ما تواضعنا في طموحاتنا التقارب النسبي في الدخل، لكنني أيضا أسارع إلى التأكيد أنه بغياب مبادرة اجتماعية شاملة وخطة اجتماعية شاملة وواضحة ومعلنة، فإن هذا البرنامج يشكل فرصة للأخذ بيد العائلات الأكثر فقراً. إشارة إلى أن البرنامج من تمويل الحكومة اللبنانية والبنك الدولي والحكومة الإيطالية والصندوق الكندي للتنمية الدولية.